نشرة للأخبار، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بداية، تلقى أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون برقية التعزية من الرئيس الإيطالي السيد سيرجيو ماتاريلا في ضحايا الحرائق التي شهدتها بعض ولايات شرق الوطن. الرئيس الإيطالي قدم باسمه وباسم الشعب الإيطالي خالص تعازيه إلى رئيس الجمهورية، معربا عن عميق تعاطفه ومؤكدا للشعب الجزائري تضامن الشعب الإيطالي التام معه في هذه المحنة. كما تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس برقية تعازي من الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي في ضحايا الحرائق التي شهدتها بعض ولايات شرق الوطن. رئيس الصحراوي تقدم إلى رئيس الجمهورية بأحر التعازي وأصدق المواساة وإلى كافة عائلات الضحايا، مع خالص أمنيه بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين. انتقل اليوم إلى رحمة الله السيد محمد الأمين مسايد الأمين العام لرئاسة الجمهورية عن عمر ناهز 71 عاما إثر مرض عضال. الفقيد سيوارثر اليوم بعد صلاة العصر بمقبرة العالية. رحم الله الفقيد وألهم ذويه جميل الصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون. تحيي الجزائر اليوم ذكرى اليوم الوطني للمجاهد المخلد للذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطيني وانعقاد مؤتمر الصومام. وبالمناسبة، توجه أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون برسالة إلى الشعب الجزائري، أشاد فيها ببطولات الأمجاد الذين حققوا الاستقلال الوطني، مؤكدا أن الجزائر اليوم تعيش سنة الاحتفاء بالذكرى 60 لاستعادة السيادة الوطنية في عهد تسخير المقدرات والثروات الوطنية لخدمة الشعب الجزائري، الذي يتطلع إلى أن يرى جزائر الشهداء قوية بمؤسساتها وهيئاتها الدستورية، فخورة بأمجادها عبر الحقب التاريخية. السيد رئيس الجمهورية حي بالمناسبة الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الذي شهد معه الشعب الجزائري في 5 جويلية الماضي لحظة من لحظات الاعتزاز بإنجازاته الوطنية من خلال مشهد بهيج يعبر عن وفاء الأمة للشهداء ولرسالة نوفمبر الخالدة. رئيس الجمهورية جدد التزامه بالانطلاق نحو ديناميكية تنموية تطلق المبادرات وتحرر الطاقات يعلو فيها الحق ويسود فيها الإنصاف، مذكرا أنه لا مكان في الجزائر التي نبنيها معا للممارسات التي أضرت بثقة الشعب في مؤسسات الدولة، في حين أن الأبواب مشرعة أمام كل الطموحات والتطلعات للكسب في مناخ نظيف وشفاف وفي إطار ما وفرته الدولة من الحوافز والتشجيعات لخلق الثروة ومناصب الشغل. رئيس الجمهورية وفي رسالته بمناسبة اليوم الوطني للمجاهد أكد أن الوفاء للشهداء الأبرار ورسالتهم الخالدة يدعون إلى السير على نهجهم لبناء جزائر اليوم القادرة على مواجهة تحديات الأوضاع في محيطها الإقليمي وجزائر الغد المواكبة للتحولات على الصعيد الدولي. وإحياء للمناسبة، تم اليوم إعادة دفن رفات 23 شهيدا بروضة الشهداء بتملوس بولاية سكيكدا، وحيث وقف وزير المجاهدين وذوي الحقوق العدربيقة رفقة السلطات المحلية للولاية وقفة ترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية المظفرة. وهجومات الشمال القسنطيني لمهندسها الشهيد البطل زغود يوسف إحدى المحطات البارزة في تاريخ الكفاح المسلح من أجل التحرير الوطني أججت لهيب الثورة وساهمت في تدويل القضية الجزائرية. ورقى في ذكرى لنور الدين بن عبسة. 9 أشهر تمر عن حصار الأوراس بعد تنفيذ قانون الطوارئ الاستعماري بتاريخ 3 أبريل 1955. شهاني بشير قائد منطقة الأوراس النمامشة بالنيابة في غياب بن بولعيد يقرر إرسال رسالة لزغود يوسف قائد الشمال القسنطيني. محتواها يجب أن تسارعوا بإعداد عمليات لفك الحصار على منطقة الأوراس. زغود يوسف
يفكر في عملية قوية بعد تلقيه الرسالة واستدعى لاجتماع دشرة الزمان بذواحي سكيكدا قادت نواحي المنطقة الثانية لشن هجوم شامل في المدن والقرى. سي أحمد اقنحهم واقتنعوا بلا بد القيام بعملية ثورية. قروا باللي نعملوا هجوم في النهار ونعملوا على شمال قسنطينة باه نبينوا لفرنسا باللي الثورة مش في الوراس وحده برك، راهي في الولايات كلها. فرنسا الاستعمارية كشفت عن طريقة تعاطيها مع الهجومات بنفسية متوحشة، قتل عشوائي دون رقابة ضمير، تنكيل بالجثث المكدسة في كل مكان. من ثم من لاتيراس نشوفوا لا جندرمي، جابوا الغاشي هذاك حطوهم مع الحيوط واقفين، وش هو هذا قاعدين قلت حين يشوفوا كونترول ديدونتيتي ولا واش كاين. من بعد سمعنا رصاص ثقيل هكذاك، وفجأة احنا نشوفوا فجأة لقينا الناس ما كانش هبطوا طاحوا 40 واحد. من بعد سمعنا 40 واحد اللي قتلوها الفم. سا دوري ا بو بري اون سيمين، نطلوا حنا نخرجوا هكا نلقاو حاشا كلاب، الكلاب ياكلوا في العباد في لي فوسي هذو، والله ياكلوا فيهم بهالعين، طنبروا حاشاك بالبغل، عادوا يعبيوا فيه الموتى حتى تلقاهم فايضين من فوق، فوق بعضهم، يديوهم للجبانة المضرب وين داروا لي فوس كوميون هذو، يدفنوهم يطيشوهم، وساعات للدفانة اللي معاهم يزيدوا يكملوهم، يزيدوا يجيبوا حيط اخرين، يعني شيء اللي ما يصوروش العقل. الصور التي قبضت عليها عدسة الصحفي شاساني جابت العالم بعد أن فلتت من مقص الرقابة الاستعماري، واستغلها الأفلان في حربه الإعلامية لتدويل القضية الجزائرية في سبتمبر 55. تضامنا مع المتضررين من الحرائق التي مست عددا من ولايات شرق الوطن، شرع الهلال الأحمر الجزائري ليلة أمس في توزيع المساعدات على العائلات المتضررة جراء الحرائق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وكم ديما واقفين معانا ويعطيكم الصحة. نشكر جمعية الهلال الأحمر على كل ما قدمت من المساعدات بالقنطرة الحمراء برابطية. الهلال الأحمر عاونونا يعطيهم الصحة، بارك الله فيهم. قمنا بعملية إحصاء العائلات المنكوبة، وقامت الفرقة تاعنا بإحصاء المناطق اللي تحرقت، وفي المساء كما راكم تشوفوا قدمنا لهم إعانات متمثلة في مواد غذائية استعجالية، وإن شاء الله تكون العملية متواصلة إن شاء الله. والهبة التضامنية ساهمت فيها أيضا فواعل المجتمع المدني من خلال جمع المساعدات الغذائية والطبية وإيصالها للعائلات المتضررة. زكريا تهامي. مظاهر التضامن والتلاحم والتآزر ليست بالشيء الجديد على الجزائريين، ففي كل مرة يبرز هذا الشعب معدنه النفيس. فبمستشفى القالة حيث يتواجد المصابون جراء الحرائق التي مست ولاية الطارف، تتوافد الهبات التضامنية كالسيل دون توقف. اليوم رانا درنا الواجب تاعنا اللي قدرنا عليه، جينا لهنايا للطرف جبنا اعانات. الاعانات تتمثل في اللوازم الطبيه للحرائق، دونك بيافين تولغرا كومبريس، اضافه للمستلزمات الطبيه اللي جبناهم معنا. دونك اللي عندنا فرقه هي مكونه من المسعفين. على كل حال دونك الفرقه توجور راهي مريحه في حاله تاهب. جينا نساعدوا إخواننا المتضررين جراء الحرائق الأخيرة في ولاية الطارف. الحمد لله بفضل جهود المتطوعين والمتبرعين قمنا بجمع كمية لا بأس بها من المواد التي يحتاجها المستشفى. جينا من البليدة لبينا النداء هنا يفتح المستشفى، جبنا الملتزمات الطبية، جبنا أدوية، جبنا ماء،
احنا كي شفنا باللي ولايه الفاله وولايه الطارف صارت فيها هذا الحادثه تاع النار هذه، لبينا النداء، لبينا النداء، والشعب الجزائري معروف بالتضامن في بعضه بعض. المساعدات المقدمه بشتى انواعها لاقت استحسان الاطقم الطبيه. الوفد نتاع المجتمع المدني وهذوما اللي جابونا يعطيهم الصحه، يعني شعور ما نقدرش نوصفه، التضامن التضامن تاعهم والحوايج اللي جابونا حتى لي برودوي ايسونسييل سي با نابورت كال برودوي، ويعني يعطيهم الصحه. القوافل التضامنيه تاتي تباعا الواحده تلو الاخرى مبرزه قوه الشعب الجزائري. كما تعكف الجمعيات المحلية الناشطة بولاية سوقهراس على التخفيف من معاناة المتضررين من الحرائق من خلال توزيع مساعدات غذائية ومستلزمات طبية. الروبورتاج من مشتة واد مجردة مع ابتسام بجاوي. بهذا البيت بمشتة واد مجردة يسكن جمال قرفي، فلاح التهمت النيران كل ما يملك من أشجار وأنعام، هو الآن دون مصدر عيش. قاستنا النار، قاستنا من ناحية الحيوانات، من ناحية الأشجار المثمرة، من ناحية الخضرة، من ناحية البيوت تاع الحيوانات، حوالي 85-85 راس فقدناها والحمد لله. أعضاء الجمعيات المحلية ببلدية الزعرورية قدموا إليه حاملين إعانات غذائية تساعده على تجاوز هذه الأوقات العصيبة. رانا واقفين معكم إن شاء الله وما يخصكم والو إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. كيش ما خاصكم درك؟ الحمد لله. عندك في الدار لهناك اسمه؟ الحمد لله يا رب. الحمد لله. ما تقاستش لا. الحمد لله، الولاد سلامات. سلامات الحمد لله. جاتك غير في الغنم. نعم. ربي يخلف على خويا إن شاء الله، ربي يعوضك إن شاء الله. حنا كمجتمع مدني رانا واقفين معكم من النهار تاع النار وحنا معكم وأنتم على بالكم. هاك ولا. والحمد لله السلطات كامل راهي معكم. وبإذن الله كاين الخير إن شاء الله وكي نجحتوا هذيك هي الدنيا ما فيهاش. سكان سوقهراس المتضررون من الحرائق وجدوا في المجتمع المدني المنسق مع السلطات المحلية خير سند في محنته. نستقبل الإعانات ثم نقوم بالتنسيق مع السلطات اللي عندها دراية أكثر منا بالمشيات هذه وبالمتضررين بالأولوية، ثم نقوم بتوزيعها الأولى بالأولى كجمعيات الاولى بالاولى. كاين ناسات مضرين بزاف وكاين ناسات ممكن احنا يصبروا علينا شويه، نروحوا الناسات المضر كيما اخونا جمال، ظروفه صعبه جدا والمنطقه في ذاتها صعبه، كاين عندنا كيف حالات اخرين ظروفهم صعبه والمنطقه صعبه نبدو بهم هم الاولى. فالمجتمع المدني بسوقهراس لعب دوره الطبيعي في المساهمه في التكفل بالمتضررين من الحرائق خاصه على مستوى المشاتي والمناطق المعزوله. كما انطلقت أمس قافلة تضامنية محملة بمواد غذائية ومستلزمات طبية خاصة لفائدة العائلات المتضررة من الحرائق بعدد من ولايات شرق الوطن. في حادث مرور خطير جرح ثلاثة أشخاص في اصطدام تسلسلي بين أربع شاحنات وسيارتين متبوع بحريق في شاحنتين على مستوى طريق السيار شرق غرب باتجاه الجزائر جباحية بالبويرة. المصابون نقلوا إلى مستشفى الأخضرية لتلقي الإسعافات اللازمة. في الرياضة العسكرية تتواصل فعاليات المسابقة العسكرية الدولية الفصيلة المحمولة جوا 2022، وهذا بإجراء منافسة القفز الدقة، هذا ونفذت التشكيلة الوطنية هذه المرحلة بتناسق عالي المستوى أظهر الاحترافية ونوعية التحضير والتدريب الجيدين. هذا وشهد ميدان القفز القاعدة الجوية عين والسارة بالناحية العسكرية الأولى أمس إجراء منافسة القفز المظلي بقوام فصيلة مع تنفيذ سباق على مسافة 10 كيلومترات. المرحلة هذه عرفت مشاركة 16 فريقا في ظروف تنظيمية محكمة وسط أجواء تنافسية عالية. ختام النشرة، شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم.